إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هنا معانا في الفيديو ده واحد بس بيرسم علامة ليه اليوتيوب، هنشوف ازاي هيبدأ بقى فيها. بيديها لون كده، بيديلهاش عشان يعملها زي يكون 3D. ما شاء الله عليه، لا بجد فنان، بجد فنان والله. مش عاملها كمان عداد، عاملها 3D كمان. هيعملها زي ما تقول درع كده، اللي هو بتاع 100,000 اللي هو الفاضي. الرسمة كان من جوه، هننزل بجد. بتتعب، بتتعب جامد قوي. بحط له لون ابيض كده، ما شاء الله عليه. كان اللي شوفه يقول عليها زيكون 3D. ما شاء الله، فنان فنان والله. الناس دي بتدعم في الحاجات جامد. ده بيكون عنده طولة بال جامد جدا. واو، ده حتى دق التفاصيل كمان بيعملها. يعني مش سايب، بص يعني مش سايب حاجة اللي غير ما بيعملها، ما شاء الله عليه. فنان فنان بجد. مدي على اليوتيوب، عاوز ايه تاني؟ الضيع جايب لك الضيع اللي هو الفضة، تبقى القصد بالظبط. مش عارف الفيديو التاني يرسم ايه، انما اظن كده هيرسم بطيخة. يديلها كده لون عشان تكون زي كنت تكون الناس دي. وحطها في أكياس زي كيس كده، الواحد حافظ صف وبيحب البطيخ جدا. ما شاء الله عليه الحقيقة. ده فنان بجد، مبدع مبدع جامد جدا، ما شاء الله. هاي يسلم ايده الحقيقة. هاي يسلم ايدك، يسلم ايدك على البطيخة. كمان بيعملها البيز بتاعها كمان. على كده بقى البطيخة دي مغملة ولا ايه نظامها؟ ولا ماسخة؟
البيتزا كمان واحد لشحه من بعيد كده يقول لك ده ايه ده، لسه طالع من التلاجة ومشبعة. ما شاء الله على الحقيقة. فنان فنان بجد. هما دول الناس الفنانين بجد الحقيقة. نعمل ايه كل لون يعني بالظبط. ما شاء الله عليه فنان. البطاختين اذا كنت لسه طالعين مثل الليجين. ما شاء الله عليه الحق. بدلو مشك عشان خاطر يكون ايه زي يكون سويدي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.